كما شفتوا اليوم احنا في المعرض الدولي للنسيج اللي افتتحوا السيد وزير التجاره والصناعه والسيد الوالي جهه الدار البيضاء والسيده عامل صاحب الجلاله والسيد رئيس الجهه، وكان الحضور وازن ديال شخصيات وطنيه، وهذا الشيء تيبرهن على الاهميه ديال القطاع ديالنا اللي تيوظف 220 الف عامله وعامل وتحقق رقم معاملات مهم وصل في 2022 64 مليار ديال الدرهم في 40 مليار ديال التصدير. وحنا في هذا التنظيم ديال هذا المعرض هذا تنطمحوا باش نطوروا هذا رقم المعاملات، وتنطمحوا باش نساهموا في الاستثمارات تماشيا مع الرؤيه ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي تطمح لتعبئه 550 مليار ديال الدرهم وتوظيف 500 الف شخص وفوق 2026.